ايه المسخرة وقلة الحياة دي يا علا؟ في ايه يا حسابال؟ انت مين يا قد وتعرفها منين يا علا؟ سيب الكادر يا حسابال روح تطلع في ايدك، الله في ايه؟ قور يا قد من وشي، لو شفتك تاني هقطع خبرك. قور مالك ومالي يا حسابال؟ يعني ايه مال؟ مالي ومالي ومالي؟ عيب قلة الحياة اللي بتعمليها دي، انت متجوزة راجل برقبتك، عيب كده لما تبرمجش عرفه. وهو كان عملك ابوكاتو؟ ده لو عرف هيشرب من دمك. يشرب من دمي؟ انا اشرب من دمي؟ قال هو مين ده يا اخويا اللي يشرب من دمي؟ ده معاش اللي يشرب من دم مسكينه. اسره مراتك جايه تتغدى عندي النهارده، عامله فراخ ورز وطبيخ، هتيجي تتغدى ولا دمك فاير على صاحبك ومش عايز تسيب اليغمه اللي بتبرتع فيها؟ جريه يا حسب الله، ما بالراحه شويه يا اخي، ما عارفينش ناكل وياه. انت بتاكل فخر زادك؟ مطرح ما يسري يمري. كل يا اخويا، اللي يشوفه دلوقتي ما يشوفوش وهو خانق الجدع ولسانه طول كده اهو. خايف عليك، واقفه تهزري مع الرجاله في الشارع، فرضنا جوزك شافك يبقى ازاي الحال؟ ما هي هتفضل تحرب تحرب لحد ما يطلقها وترجعنا للفجر تاني. هو ده كل اللي يهمكم؟ مفيش حاجه تهمكم ابدا غير الفلوس. حد يرفض النعمه برجليه؟ كل يوم بتاكل ظافر وبتحلي وقاعده في البيت، لا شغله ولا مشغله، عايزه ايه اكتر من كده؟ يا ريت تتلم وتحط لسانك جوه حنكك وانت تبقى ضيف كل يوم والتاني انت ومراتك. والله سو عثمان ده راجل محترم وفييس ومقامه عالي. طبعا، ما انت لازم تقول كده، ما انت كل يوم والتاني عنده في البار، تدفح وتشرب وتقوم سفلقه. ما كلنا دلوقتي عايشين في خيره، امال انت اتجوزتيه ليه يا معدوله؟ ما انت عارفه انا اتجوزته ليه؟ اتجوزته عشان الحوجه اللي احنا فيها، قطعت الفلوس وسنينها. ربنا يكملك بعقلك ويهدي سرك، امين. ينيلك وانت شبه خيال المقال، انت هتفضل قاطرني كده يا منيل؟ غور يا ولد، لو من قلة بختي هعرف واحد زيك؟ غور يا ورا اللي يحسبوك عليا راجل. ايه مش سامع كل ده؟ ليه؟ واقفة ورا الباب؟ جرأة يا راجل يا منايل على عينك يا مدعوق، انت مش معاك المفتاح. ما انت شايفة، مش مالك افتح، جبتلك الصف اللي بتحبيه. يلا بقى حلوة اتضبطنا القعدة على بغير هدومي، لأحسن ده انا واقع من الجوع. ينيلك، علمني شرب المدعوق ده.
رحت ليه منيل لف واطلع. جوزك راجع امتى؟ يا اخويا يرجع وقت ما يرجع. يلا اطلع. مين اللي بيخبط؟ أنا. افتح. أنت مين؟ ما أنت عارفة. افتحي بقى قبل ما حد يشوفها. إن ما كنتش تحلم. خش يا مني. خواجة، خواجة. في إيه يا عثمان؟ أنت ليه بتصحيني؟ أنا شايف يعني إن مفيش شغل السعادي والبار بينش. عاوز إيه يا عثمان؟ بقول يعني أروح أريح شوية لحسن أنا تعبان وأجيلك بعد ساعتين. أنت تعبان صحيح ولا الست بتاعك وحشك؟ بالشرف تعبان. طيب روح يا عثمان، وأنا إذا دخل زبون أنا أمسك شغلي بدالك. كتر خيرك يا خواجة. بس اسمع يا عثمان، مش أمسك أكتر من ساعتين. فاهم يا عثمان؟ فاهم يا خواجة. ايه ده؟ احنا بنشرب خمره؟ ايه؟ ما بتحبهاش؟ لا حرام. ينيلك. واللي بتعمله ده مش حرام يا ولا؟ اشرب 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 وانبسط يا واد، واوعى تفكر في الحرمانية دلوقتي. ده باين انه عثمان. هو ايه اللي جابه بدري النهارده كده؟ يا نهار مطير، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مالك يا ولا؟ مالك فاشخ حنكك كده ليه؟ ما تجمد يا ولا وتخليك راجل. يلا اجري اجري، نط من الشباك جوه اجري. اجري يا كتنيله. رجاله خايبه. طيب يلا عباد، مالك مسروق كده ليه؟ ما بتفتحيش ليه؟ يا ما يا راجل، مالك داخل كده ليه؟ ايه ده؟ مش عوايدك يعني تشرب دلوقتي؟ هفاني مزاجي، ما انا قاعده طول النهار لوحدي في البيت مركونه زي ازازه الخل وانت سايبني. كنت بتضحكي مع مين؟ مجنونة، بضحك لروحي، بضحك مع نفسي. ماله عامل كده ليه؟ شبه نطاط الحيط.